طالعين على التدريب الاساسيه. أيوة. عندهم تدريب الساعه 8 في استاد برج العرب. تمام. هم جاهزين. كان لنا لقاء سريع مع المدير الفني الالماني لمنتخب موزمبيق، سالناه على شويه امور كده بالنسبه لمنتخب موزمبيق. قال ان ضربه البدايه بالنسبه له كونها انها مع منتخب قوي كمصر، على عكس كل توقعات اللي الناس متشائمه ان هو امام المنتخب المصري، لا هو متفائل وان دي بتبين قوه فريقه، ان هو سعيد جدا ان هو هيقابل المباراه المنتخب المصري في ضربه البدايه. وقال طبعا ان هو جاي يلعب على نتيجه ايجابيه، هو بيسعى لتحقيق تعادل ايجابي مع المنتخب المصري. وقال ان التعادل بالنسبه له تبقى نتيجه مرضيه، ومع ذلك قال انا حاسعى لتحقيق الفوز. وباذن الله يكون انا بحقق نتيجه ايجابيه امام المنتخب المصري في برج العرب. وقال ان هو برده ما يعرفش اغلبيه اللاعبين المصريين باستثناء محمد زيدان، قال ان هو لانه بيلعب في الدوري الالماني وان هو كالماني. ليه يا سيدي؟ ده احنا عندنا ابو تريكه يعني، وعندنا جده هداف انجولا، قال ان هم طبعا بالتاكيد طالما خدوا ثلاث بطولات متتاليه. لا ده من الجيل القديم اللي هو المفروض يكون عارفه. فقال اكيد ان هم بس كويس، يبقى المدرب مش متابعنا بقى كويس. جميل. انه وقال ان هو سعيد جدا 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 ان المباراه بتقام بدون جماهير، وقال طبعا وجود الجماهير المصريه مع ملعب تحفه زي اللي هو شايفه في استاد برج العرب ده كان هيبقى عنصر ايجابي جدا للمنتخب المصري. فقال ان هو سعيد جدا 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 ان المباراه من غير جمهور. طبعا هم البعثه 28 فرد، 18 لاعب فقط. هو روح اربع لاعبين من مطار القاهره ومعاه 18 لاعب فقط. هم كانوا عاملين معسكر في ميونخ لمده، روح اربع لاعبين ليه؟ هو ما رضاش يفصح عن الاسباب، ولكن هو قال دي يعني حاجات خاصه بينا، ورجعوا من مطار القاهره بمجرد ما نزلوا من ميونخ. طب انت في حد جنبك من بتوع موزمبيق؟ والله هم بيجهزوا دلوقتي. كان المفروض ان المدير الفني هيعمل مداخله مع حضرتك، ولكن هو دخل بيجهز شنطته اثناء وانا بتكلم مع حضرتك. اكيد هيبقى ليك مداخله معاه كابتن مجدي. طيب يا ريت عشان نشوفه. انت كلمته باني لغه؟ لا ما طبعا انت عارف كابتن انسان معانا، فطبعا هو قايم بالدور ده، بيتكلم انجليزي شويه على يعني على برتغالي يعني. على برتغالي بيتكلم هو اتكلم معانا انجليزي كويس يعني. طب كويس يعني كويس يعني احنا ما انت عارف حضرتك عارف ان البرتغالي ما حدش عارف يتكلم الا حضرتك. المنتخب المصري طبعا كابتن مجدي يعني نقدر نقول حاله من التفاؤل يعني بتسود المنتخب المصري. مستر برادلي يعني ناجح ان هو يلم لعيبته، عمل طبعا مؤتمر صحفي وعمل تدريب اساسي يوم الاربعاء اللي هو امبارح. يعني هو يعني التشكيلين يعني بنسبه، عندك توقع للتشكيل؟ توقع تقريبا هيلعب عصام الحضري حارس المرمى. التوقع الاول جبته منين يا محمد؟ من طريقه اللعب اللي هو لعب بيها والطريقه اللي جرب بيها، وانت عارف ان اللعيب الاساسي بيبقى ليه ليفل زي معين لعيب. طب احنا كنا نعلم تماما ان الكابتن حسن شحاته طقوسه انه يعلن التشكيل قبل المباراه بساعات. يعني برادلي اتفقتوا يعني متفق معاكم على اعلان التشكيل امتى؟ لا هو قال ليله المباراه ما اعلنش التشكيله الا في اخر لحظه. برضو انا لازم عندي 11 لعيب جاهز، مش ال 11 لعيبه بس اللي انا مركز عليهم. قال ان السبعه اللي على دكه البدلاء بيبقوا عندي اهم من ال 11، لان اي واحد من السبعه دول المفروض ان هو ينزل يغير لي نتيجه اي مباراه. يعني هو من النوع اللي بيعلن برضه التشكيله قبل ال. جميل. ولكن هو واضح من طريقه تدريبه ان هو هيبقى عصام الحضري حارس المرمى، اثنين مساكين محمود فتح الله واحمد حجازي، بيلعب باك يمين احمد فتحي. هو جرب اثنين في الباك الشمال، وان كان محمد عبد الشافي هو الاقرب من سيد معوض. جرب مين تاني؟ سيد معوض وعبد الشافي. وعبد الشافي تمام. المساكين دول يعني خلاص استقر عليهم ابراهيم صلاح وحسن عبد ربه، على شمالهم محمد صلاح. الجهه اليمنى هي دي اللي كان فيها الكلام، ان هو جرب احمد المحمدي وحط قدام ابو تريكه وجده، وبعدين شال المحمدي ورجع جده مطرح المحمدي ولعب متعب وابو تريكه قدام. يعني لعب يعني ابو تريكه اساسي، ابو تريكه من بدايه المباراه وجده اساسي من بدايه المباراه. هو الكلام كله على متعب والسيد معوض او عبد الشافي. طيب وجود احمد حسن في وهو لعيب كبير طبعا ما حدش يقدر ينكر، واحمد من اللعيب اللي انا يعني بحبهم جدا وبعتز بيهم، لكن هل خروجه خروج لعدم احساس برادلي انه محتاج احمد حسن في هذا اللقاء، ووجود احمد حسن ككابتن هو العنصر الاساسي لوجوده اختياره للمنتخب؟ بص يا كابتن يعني خلينا نتكلم ان احمد حسن كقيمه وكقائد منتخب طبعا قيمه كبيره، ولكن البعض قال ان اصابه احمد حسن اصابه سياسيه، ان هو لما حس ان هو بعيد عن التشكيل في هذه المباراه
قال ان احمد حسن مصاب، ولكن هو يعني التقرير الفني قال ان احمد حسن عنده يعني شد بسيط في منشا العضله الضمه، وده اللي على اساسه هو طلع. برضو محمد زيدان موجود، كان حصل عنده وعكه صحيه، كان اصاب بمغص، فبعد عن تشكيل يوم الثلاث لقيناه برضو موجود في البودره. طبعا حضرتك عارف ان في المحترف يعني اللي موجود معانا بقى اللي هو الانجليزي المصري، واللي هو طبعا الجهاز الاداري ما لحقش ان هو يخلص الجنسيه الانجليزيه بتاعته او الجنسيه المصريه بتاعته. ايوه، هل عرفت الجنسيه بتاخد وقت قد ايه للصدور جنسيه؟ طبعا الكابتن انت عارف، لان هو قالوا ان هم عشان خاطر ياخد الجنسيه المصريه هو معاه شهاده ميلاد مصريه، ولكن قالوا عشان خاطر يسجل لازم يعرض على المخابرات ولازم يعرض على التأمين. يعني فيلم يعني. اذا هي مساله فرقعه، موجود ادم العبد وخلاص، يعني ادم العبد مش هيشترك في المرحله اللي جايه خالص، ويمكن يعني السنه الجايه كلها. يعني تقريبا مش هيشترك معانا، ولكن طبعا مستر برادلي يعني اكد لنا ان هو يعني اكد على اللعيبه، قال لهم ارجوكم ابعدوا عن الاجواء السياسيه تماما، مش عايز حد يتكلم في الرئاسه. قال لهم عندكم فرصه كبيره جدا 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 ان انتم تحققوا يعني سعاده للشعب المصري اللي بقاله كتير ما فرحش، عندكم فرصة كبيرة ان انتوا تقدروا تحسسوا الناس بالفرحة لو فزتم على موزمبيق. قال انا هلاعب موزمبيق مش على طريق الزمبيق. اتفرجت على المنتخب الموزمبيقي يا محمد؟ انا احنا معاهم دلوقتي كابتن. لا يعني ده اول تدريب هتتفرج عليهم؟ اول تدريب دلوقتي اللي هي التدريبة الاساسية على استاد برج العرب، رايحين معاهم دلوقتي كابتن. عنده اللعيبة عدد المباريات الدولية اللي لعبتها قد ايه؟ هل هي لعيبة شباب ولا لعيبة مخضرمة ولا يعني هو متوسط اعمار اللعيبة عنده، متوسط اعمار صغير، ولكن هم فيهم طبعا اثنين لعيبة من لعبوا في الدوري المصري، طبعا رافائيل حارس مرمى الترسانة موجود معاهم، لويس لاعب كان لاعب في نادي الاسماعيلي برضه موجود معاهم، ولكن معاه لعيبه محترفه في الدوري البرتغالي، معاه لعيبه محترفه في الدوري اليوناني، متوسط اعمار فرقته متوسط صغير وواضح. هل هو في حاله احلال وتجديد للمنتخب، ولا لعب بيهم البطوله افريقيا اللي فاتت نفس او تصفيات افريقيه سابقة؟ يعني دول ما سألتش السؤال ده محمد، ما عرفتش. لا كابتن، لا لسه، هو هيكون معاك دلوقتي حالا. طب يا ريت تجيبه لنا بس نسأله. واقف امامي حالا دلوقتي. هاته هيكون معاك دلوقتي اهو. طيب الو تو ميستر.